أهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا في مؤسسة حماية المجرة، وبيتحاكم فيها الدكتور جامبا بتهمة إن هو بيجري تجارب جينية خطيرة، وبيدافع عن نفسه قدام المحكمة وبيقول إن كل التجارب صحيحة. فساعتها بيوروا له الكائن اللي نتج عن تجاربه، فبيقول لهم إن الكائن ده هيغير من المستقبل. بنعرف إنه مسمي العينة دي 606، وبيقول إن جسمه ضد النار وبيقدر إن هو يدمر أي حاجة جسمه يلمسها. بتؤمر رئيسة المحكمة القائد جانتو إن هو يقبض على جامبا، وكمان بيتخلص من الكائن الغريب ده. بياخد جانتو الكائن ده وبيقول له إن هم هيرموه على كوكب خامل، وبياخدوا عينة منه علشان الأجهزة تقدر إنها تتحكم فيه عن بعد. ولكن بيقدر الكائن إن هو يتخلص من الجهاز اللي محبوس جواه، وبيضرب الحراس بالمادة اللي بتطلع من بقه، وبيدمر المركبة كلها وبيهرب. بياخد سفينة بعد كده فضائية وبيهرب بيها، وبتدخل رئيسة المحكمة لغرفة التحكم وبتسألهم عن المسار اللي مشي فيه، وبيقولوا لها ان هو بيتحرك ناحية كوكب الأرض، وبينزل كمان على جزيرة في وسط المحيط. بتقول لهم انها محتاجة خبير بيفهم في الكوكب ده، وان هما لازم ينفذوا الطلب ده بسرعة بدل ما تبقى مضطرة انها تدمر الكوكب كله علشان تخلص على الكائن 606. ولكن بيقولوا لها ان الأرض عليها كائنات اسمها البشر، وإنها مهمة علشان التوازن يحصل في الكون، وإنه ما ينفعش إن هم يدمروا الكوكب. وساعتها بيقترح عليهم واحد من العلماء اللي معاهم يعني إن هم يستعينوا بجامبا علشان يساعدهم إن هم يرجعوا الكائن ده مرة تانية مقابل إن هم يخففوا الأحكام اللي عليه. وبيوافق فعلا جامبا، وبتبعت الرئيسة معاه العالم بوكلا علشان يراقبه. بنروح بعدها لجزيرة في وسط المحيط واسمها هاواي، وبتظهر ليلو وهي خارجة من المية وبتحضر درس الرقص بتاعها، ولكنها بتكون مبلولة فبتزحلق كل صحبتها وهما بيرقصوا وبيتخانقوا معاها. وبعد الدرس بتحاول انها تصالحهم، ولكنهم بيفضلوا يتريقوا عليها. ولما بتحاول انها تلعب معاهم بألعابها بيكون شكل الألعاب مخيف جدا، فبيسيبوها وبيجروا. بتروح بعد كده ناني اختها علشان تجيبها من درس الرقص، ولكنها بتتأخر عليها. وبتروح ليلو لوحدها، ولما بترجع لها ناني بتكون ليلو قافلة الباب على نفسها، وبتقول لها ناني انها لازم تفتح علشان ده ميعاد المشرف الاجتماعي اللي جاي علشان يقيم اهتمام ناني بيها. بيوصل الاخصائي فعلا اللي بيلاقي ان كل حاجه متبهدله وناني مش مهتمه بليلو في اي حاجه، وبيتضايق جدا المشرف الاجتماعي وبيهدد ناني انها قدامها 3 ايام بس، ولو رجع وملقاش كل حاجه مظبوطه هيضطر ساعتها ان هو ياخد ليلو منها. بمجرد ما بيخرج بتتخانق ناني معاها، وبعدها بتدخل كل واحده فيهم اوضتها. بترجع بعدها ناني تتكلم مع ليلو، وبتقول لها انها خايفة ان المشرف ياخدها منها ويبعدوا عن بعض. ولكن فجأة بيشوفوا السفينة اللي فيها الكائن 606 وهي بتنزل على الارض، وبتكون ليلو فاكرة ان دي نجمة ووقعت من السماء يعني، وبتطلب من ناني انها تخرج من الأوضة علشان تتمنى امنية لنفسها. بتقف ناني ورا الباب وبتسمع ليلو وهي بتتمنى انها يكون ليها صاحب كويس يعيش معاها طول العمر وما يسيبهاش ابدا. وبتتأثر طبعا ناني بكلامها، وبتقرر انها تشتري لها حيوان أليف. بنروح بعد كده ل 606 اللي بيخرج من المركبة الفضائية، وبيحاول ان هو يستكشف الجزيرة، ولكن فجأة بتدوسوا عربية وبينزل منها شباب، ولما بيلاقوه فقد الوعي بيقرروا ان هم يودوه لمحل حيوانات أليفة. بيصحى 606 تاني يوم وبيلاقي نفسه فعلا في محل وجوه قفص الكلاب، وبنشوف الكلاب وهي خايفة طبعا من الحركات الغريبة اللي قاعد بيعملها. في نفس الوقت ده بيوصلوا ناني وليلو للمحل علشان يشتروا الحيوان، وبيهرب 606 من المحل، ولكن بره بيتفاجئ ان جامبا وصله وبيضربه بالنار، فبيرجع تاني بسرعة لجوه المحل. بنشوف ليلو بعد كده وهي واقفة قدام قفص الكلاب علشان تختار واحد، ولكنهم كلهم بيكونوا متعلقين في السقف بسبب خوفهم من 606. وبيشوف 606 صورة لبنت شايلة كلب، فبيغير من شكله لشكل كلب وبيجري على ليلو وبيحضنها، فطبعا بتحبه جدا وبتتعلق بيه وبتقرر انها تشتريه وبتسميه ستيتش. بتقول لها ناني انها لازم تروح لشغلها، فبتروح ليلو مع ستيتش لوحدهم، وفي الطريق بتشوف اصحابها وبتحاول انها تعتذر لهم، ولكنهم بيتريقوا عليها مرة تانية وبيرفضوا اعتذارها، وكمان بيتريقوا على الحيوان اللي معاها. فبيجي ستيتش وبياخد عجلة واحدة منهم وبيركب وراه ليلو وبيجري بيها. بيروحوا بعد كده للمطعم اللي بتشتغل فيه ناني، وبنشوف واحد وهو بيحاول يتكلم معاها، ولكنها بتقوله انها مش هينفع تسيب اختها الصغيرة لوحدها. بيشوف بعد كده ستيتش اكل مرمي على الارض وبينزل علشان ياكله، ولكنه بيكون فخ عامله جامبا علشان يقبض عليه،
وفعلا بيقدر ان هو يمسكه، ولكن ستيتش بيهاجمه هو وبوكلا، وبتروح ناني علشان تبعده عنهم. بيشوف صاحب المطعم بقى كل اللي بيحصل ده، وبيقول لناني ان الكلب بتاعها هي واختها هو اللي بوظ له المطعم بتاعه، وبيقرر ان هو يرفد ناني من الشغل. وبتفضل ليلو تعتذر لاختها علشان كانت السبب انها تترفد، ولكن ناني بتقول لها انها كانت عايزه تسيب الشغل اصلا من فتره، وان ليلو ملهاش اي ذنب في اللي حصل. وفي البيت بنشوف ستيتش وهو بيكسر كل حاجه بتحصل في الشقه، وبتقول ناني ان استحاله انه يكون كلب وان هم لازم يرجعوه، ولكن ليلو بتفضل تتحايل عليها ان هم يسيبوها، وبتفكرها بكلمه ابوها اللي كان دايما بيقولها، وهي كلمه اوهانا ومعناها العيله، وبتقتنع ناني بكلامها وبترجع تاني للبيت وبتسيبهم وبتدخل اوضتها. ولكن ستيتش لما بيدخل اوضه ليلو بيقطع في الصور المتعلقه وبيفضل ياكل في المخدات اللي في اوضتها. بنروح بعد كده لجامبا اللي بيفضل يفكر ازاي يقبض على ستيتش، وبيفكر في اللي بيعمله ستيتش في الوقت ده بالذات، انه مصمم انه يدمر اي حاجه قدامه. بنشوف بعد كده ستيتش هو فعلا بيدمر في كل حاجه بتحصل قدامه، وبيقطع في كتب ليلو لحد ما بيلاقي صوره بطه في كتاب منهم، فبيروح لليلو علشان يسألها عن الكائن ده، وبتقوله ان ده يبقى حيوان وحيد وعلشان كده زعلان. فبيتأثر ستيتش طبعا بكلامها، وبياخد معاه صورة البطة وبيحضنها لحد ما بينام. وفي تاني يوم بيوصل المشرف الاجتماعي كوبرا، وبيقول لناني ان هو عارف انها سابت الشغل وانها لازم تلاقي شغل تاني علشان تقدر تصرف على ليلو. ولكن بنشوف ان ستيتش بيتصرف قدامه تصرفات غريبة، فبيتضايق وبيقول لهم انه لازم الكلب ده يكون اهدى ويتصرف كويس في الزيارة اللي بعدها. بينزلوا بعد كده علشان يدوروا على شغل الناني، وبتكون ناني هتشتغل منقذة على البحر، ولكن ستيتش بيفضل يغني لحد ما قربت منه كل الناس علشان يصوروه، وهجم عليهم واكل الكاميرات كلها، وساعتها بتخسر ناني وظيفتها التانية. بيظهر بعدها ديفيد صاحب ناني، وبيقترح عليهم ان هم ينزلوا معاه للمية علشان يستمتعوا، وفعلا بيوافقوا وبينزلوا معاه، وبيفضلوا يغطسوا وبيقضوا وقت كويس، وبنشوفهم وهم مبسوطين جدا. ولكن من بعيد بيظهر جامبا اللي بيكون مستغرب لان جسم ستيتش مش بيتحمل المية، وبيقول انه اكيد في حاجة غلط، ولكنه بيقرر ان هو ينفذ خطته علشان يقدر ان هو يقبض عليه. بيظهر جامبا فجأة في المية وبيخطف ستيتش من على لوح التزلج، ولكن ستيتش بيقدر ان هو يمسك في ليلو، وبيفضل جامبا يشد فيهم هما الاتنين، ولكن مش بيقدر وبيسيبهم وبيمشي. بتخرج ليلو مع ناني على الشط، ولكن ما بيلاقوش ستيتش اللي بيكون بيغرق، ولكن بيوصله ديفيد في اخر لحظة وبيقدر ان هو ينقذه. وعلى الشط بيظهر المشرف الاجتماعي كوبرا، وهو بيتهم ناني انها بتعرض حياة اختها ليلو للخطر وانها كانت هتغرق. وفي البيت بنلاقي ناني زعلانة لأنها مش لاقية شغل، وكمان علشان ممكن ياخدوا أختها منها، ولكن ليلو بتتكلم معاها وبتطمنها وبتقول لها إنها أكيد هتلاقي شغل قريب، وبتطلب منها إنها ما تكونش حزينة بالشكل ده. وبنشوف ستيتش وهو بيبص عليهم وبيكون متأثر بالموقف جدا. بيروح بعدها ستيتش مع ليلو لأوضتها، وهناك بيشوف الصورة اللي تحت مخدتها، وبتكون صورة لعيلتها، وبتسأله عن عيلته، وبتقوله إنها كمان بقت وحيدة زيه، وان هما ممكن يكونوا عيلة مع بعض. بنشوف بعدها ستيتش بياخد قصص ليلو وبينزل لوحده في الجنينة وبيقراها كلها، وبيكون متأثر بيها جدا، وبيقعد يفكر في كلام ليلو عن العيلة، وبيتمنى ان هو يكون عنده عيلة زي اللي بيقرأ عنها في القصص. بنروح بعد كده لبوكلا وجامبا اللي بيخرجوا من المية، وبيجي لهم مكالمة من رئيسة المجلس، وبيقولوا لها ان هما لسه ما قدروش يمسكوا ستيتش، وهنا طبعا بتتعصب عليهم وبتقول لهم ان هما فشلة وما يستحقوش ثقتها فيهم، وبتطلب من جانتو ان هو يستعد علشان يوصل للارض علشان يقبض على ستيتش. وبنشوف جامبا وهو مبسوط ان هو اترفد، وبيقول انه بالشكل ده هيقدر ان هو يقبض على ستيتش بطريقته. بيوصل جامبا لستيتش وبيطمنه وبيقول له ان هو مش هيقبض عليه لانه خلاص ما بقاش يشتغل مع رئيس الحكومه، وان هو بس عاوزه علشان يرجعوا مع بعض. ولكن ستيتش بيتكلم معاه وبيقول له ان هو مستني عيلته. بيقول له جامبا انه ملوش عيله لانه هو اللي عمله، ولكن ستيتش بيسيبه وبيهرب. بنروح بعد كده لناني اللي بتعيط لانها هتودع ليلو، ولكن بيوصل ديفيد وبيقول لها انه لقى لها شغل في محل في السوق، وان هما لازم يتحركوا بسرعه جدا، وفعلا بتودع ناني ليلو وبتطلب منها انها ما تفتحش الباب لاي حد. وبنشوف بعدها جامبا وهو بيطارد ستيتش اللي بيهرب، وبيوصل للبيت وهناك بيحاول ان هو يستخبى، ولكن جامبا بيفضل يهاجمه هو وليلو، وبيشوف بوكلا اللي بيحصل وبيحاول ان هو يساعدهم لانه ما بيكونش عاوز اي فوضى تحصل في المكان. بتجري ليلو على التليفون وبتكلم كوبرا وبتقول له ان في ناس اشرار عندها في البيت
وبتطلب مساعدته، ولكن بيفضل جان بيطاردهم لحد ما بينفجر البيت كله. بتتكلم ناني مع صاحب المحل وبتقنعه انها هتقدر تعمل الشغل كله لوحدها، ولكنها فجأة بتلاقي عربية المطافي بتعدي من قدامها ورايحة ناحية بيتهم، فبتقلع على ليلو اختها وبتجري على البيت، ولما بتوصل بيكون كوبرا هناك وبيقرر ان هو ياخد ليلو معاه، وبتفضل ناني تطلب منه ان هو يسيبها ولكنه بيرفض وبيقول لها انه هياخدها معاه ويمشي. بعد كده ليلو بتشوف ستيتش بشكله الحقيقي، وفجأة بيظهر جانتو اللي بياخدهم هما الاتنين في طبق من الازاز وبياخدهم هما الاتنين في المركبة الفضائية وبيطير بيها، ولكن بيهرب منه ستيتش من غير ما يشوفه جانتو. بتشوف ناني الشكل الحقيقي لستيتش وبتخاف من شكله جدا وبتحاول انها تقتله، ولكن جامبا بيظهر وبيضرب عليه نار وبيقدر ان هو يمسكه. بتقرب منهم ناني وبتطلب منهم ان هم يساعدوها علشان يرجعوا لها ليلو، ولكنهم بيرفضوا وبيقولوا ان ده ضد قوانين المجرة، وبتكون زعلانة جدا على ليلو. بيجي لها ستيتش بعد كده بيقول لها ان هو هينقذ ليلو، وساعتها بيقرر بوكلا وجامبا ان هم يساعدوهم، وفعلا بيركبوا مركبة فضائية وبنشوفهم وهم طايرين جنب مركبة جانتو. بيتصدم جانتو لما بيلاقي ستيتش في المركبة اللي جنبه، لانه كان معتقد انه قبض عليه، وبيقربوا من المركبة وبيفتح جامبا الازاز وبيخلي ستيتش ينط، ولكن بيقدر جانتو انه هو يوجه الاسلحة ناحيته وبيضربوا بيها، فبيقع ستيتش على الارض. بيسرق ستيتش بعد كده عربية وبيسوقها ناحية انفجار بركاني، ولما بيضرب جانتو عليه بالاسلحة بيحصل انفجار كبير جدا، بيطير ستيتش في الجو وبيوجه نفسه ناحية المركبة الفضائية بتاعة جانتو، وبيفضل ان هو يضربه لحد ما بيرميه بره المركبة، وبيقدر ان هو ينقذ ليلو وبيقول لها ان هم عيلة وما ينفعش حد فيهم يتخلى عن التاني، وبينزلوا بالمركبة في المية وبيخرجوا، ولكن بيلاقي ان رئيسة المجلس بتوصل بنفسها علشان تقدر تقبض على ستيتش، وبتقول لجانتو ان هو كمان مرفوض لانه ما قدرش ان هو يقبض على ستيتش. بيتكلم معاها ستيتش وبيقول لها ان ليلو وناني هم عيلته الجديدة، وان هو عاوز يعيش معاهم وما يمشيش من الكوكب ابدا. بتقول له ليلو انها اشترت ستيتش من محل الحيوانات وبتوريها الشهادة بتاعته، وكمان بيقول كوبرا ان هم لازم يحترموا القانون لان ستيتش في الوقت ده من حق ليلو. بتوافق رئيسة المجلس انها تسيب ستيتش، وبتقول انها حكمت على ستيتش بالنفي مدى الحياة على كوكب الارض، وكمان بتقول انه العيلة دي هتدخل في حماية منظمة حماية المجرة بسبب وجود ستيتش فيها، وبتسيبهم وبتمشي. وبعدها بنشوف ليلو مع ستيتش وناني وديفيد وهم عايشين في عيلة واحدة وحياتهم كلها سعيدة. نتمنى حياتكم انتوا كمان تكون كلها سعيدة، ونتمنى برضو ان الفيديو والحلقة بتوعنا يكونوا عجبوكم. لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. اشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.